الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا اللهم علما نافعا في الدنيا والآخرة وتقبل منا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المكي والمدني ونستكمل بنود وعناصر المكي والمدني. فأغراض الآيات المكية ومقاصد هذه الآيات لها اعتبار عند العلماء. إذن الآيات المكية لها أغراض ومقاصد، والآيات المدنية لها أغراض ومقاصد. فمن أغراض الآيات المكية ومقاصدها أيضا تثبيت العقيدة في صدور المؤمنين، لأن الآيات المكية كانت تركز على العقيدة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على عقيدة سليمة تثبت ترسخ في قلوبهم حتى يستطيعوا أن يكملوا مشوار الدعوة إلى الله، حتى يصلوا إلى الله وهم على أرقى وأفضل حال. إذن من أغراض الآيات المكية تثبيت العقيدة في قلوب الصحابة، في قلوب المسلمين رضي الله عنهم. أيضا من أغراض الآيات المكية الإذابة وعدم تفعيل العادات التي كانت عند المشركين، تموت هذه العادات، تذوب ذوبان هذه العادات التي كان المشركون قد اعتادوا عليها من خلال بيان الله سبحانه وتعالى لهم في الآيات المكية أن هذه العادات غير مقبولة للمسلمين. فحتى يقضي القرآن على العادات السيئة التي كان المشركون قد اعتادوا عليها، فهذا يعد غرضا من أغراض الآيات المكية، وهو القضاء على عادات المشركين المذمومة. أيضا من أغراض الآيات المكية التدريب على دعوة الناس إلى الفضائل، فضائل الأعمال، فضائل الأخلاق. فالدعوة للفضائل كان من غرض الآيات المكية ومقاصدها. قصص الأنبياء له غرض في تسلية الصحابة، في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسيروا على ديدن الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى. تميزت الآيات المكية بإيجاز الخطاب، أي عدم التطويل. الآيات المكية كانت قصيرة، الآيات المكية كانت قصيرة، وذلك لأن أهل مكة هم أهل لغة وفصاحة وبيان، فيكفيهم ما قل ودل، وكان يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. فكانت الآيات المكية لها سمة ولها غرض في إيصال المعلومات المرادة من قبل الله لهم بإيجاز الخطاب دون إطناب. هذه أغراض الآيات المكية ومقاصدها. أما الآيات المدنية أيضا لها أغراض ومقاصد. فمن أغراض الآيات المدنية الأحكام الشرعية وبيان تفصيلاتها وبيان الحقوق والواجبات والعبادات والحدود والفرائض في المدينة من الآيات المدنية. إذن الغرض من الآيات المدنية، مقصد الآيات المدنية، بيان الحقوق، بيان الواجبات، بيان الفرائض، بيان الشرائع، هذا كله من أغراض الآيات المدنية. من أغراض الآيات المدنية دعوة اليهود ودعوة النصارى إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والمجادلة بالموعظة الحسنة. من أغراض الآيات المدنية كشف المنافقين وبيان أحوالهم حتى تستمر مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما تميزت الآيات المكية بإيجاز الخطاب، تميزت الآيات المدنية بالإطناب والتطويل. المكي قصير والمدني آياته طويلة، وذلك لأن أهل مكة أعلم من أهل المدينة في اللغة. إذن عندنا أغراض مدنية وأغراض مكية، فلابد أن يحدد ويعدد الطالب عند السؤال ما هي الأغراض المكية وما هي الأغراض المدنية. ما هي فوائد معرفة المكي والمدني؟ لمعرفة المكي والمدني فوائد، منها أننا تعرفنا على تاريخ التشريع الإسلامي. إذا عرفنا هذا نزل في مكة ونزل في المدينة، نتعرف على الزمن الذي حدث فيه هذا التشريع. معرفة المكي والمدني يساعد على سلامة
القرآن من التحريف والزيغ ودخول الغريب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. فمعرفة المكي والمدني يعطي سلامة للقرآن من التحريف وغير ذلك. فوائد معرفة المكي والمدني: نستطيع من خلال معرفة المكي والمدني معرفة الناسخ من المنسوخ. هذا نسخ هذه الآية، هذه الآية منسوخة بهذه الآية، هذا نستطيع أن نتعرف عليه من خلال معرفة هذه الآية الناسخة، هل هي مكية أم مدنية؟ هذه الآية المنسوخة هل هي أم مكية أم مدنية؟ إذن من فوائد معرفة المكي والمدني أن نستطيع أن نتعرف على الناسخ والمنسوخ. من خلال معرفة المكي والمدني نستطيع أن نفسر القرآن. فمن مواد المفسر التي لابد أن يحوز عليها المفسر حتى يكون مفسرا، لابد أن يتعرف على معرفة المكي والمدني. المفسر الذي لا يعرف المكي من المدني لا يستطيع أن يفسر القرآن، لأن تفسير القرآن يعتمد على معرفة المكي والمدني. أيضا معرفة المكي والمدني تعطينا تذوق عجيب لأساليب القرآن الكريم في استخدامها للدعوة إلى الله. القرآن المكي له أسلوب في الدعوة، والقرآن المدني له أسلوب في الدعوة. إذا كان الداعي حاله حال مكية يستخدم الأساليب المكية، إذا كان الداعي حاله حال المدني يستخدم الأساليب المدنية في الدعوة إلى الله. أيضا نستطيع أن نستفيد من معرفة المكي والمدني من أحداث السيرة واستغلال أحداث السيرة والاستفادة منها أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا أغراض المكي، أغراض المدني، فوائد معرفة المكي والمدني. الآن نتعرف على عدد السور المدنية. السور المدنية 20 سورة، السور المكية 82 سورة، والسور المختلف فيها 12 سورة. وهذا موطن سؤال للطلبة أحيانا، لابد أن تعرف عدد السور المدنية، عدد السور المكية، وعدد السور المختلف فيها. لأن نتعرف على أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن اختلف العلماء في أول ما نزل. فمن العلماء يرى أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومنهم من يرى أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وكل واحد يعطي دليلا، ومنهم من يقول أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة. إذن أقوال العلماء في أول ما نزل مختلفة. فمنهم من يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل، ومنهم من يقول المدثر، ومنهم من يقول الفاتحة. للتوفيق، وهذا مهم للطلاب أن يفهموه، كيف أوفق بين أقوال العلماء المختلفة في أول ما نزل، أقول أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه أول ما نزل من الآيات. وأما أول ما نزل من التبليغ والتكليف يا أيها المدثر، وأما أول ما نزل من السور فهي الفاتحة. إذا من قال اقرأ أول ما نزل صواب، من قال المدثر هو مصيب، ومن قال الفاتحة هو مصيب، على أننا يجب أن نفهم أنه مصيب في الآيات، مصيب في التبليغ والتكليف، مصيب سور القرآن. فأول ما نزل من سور القرآن الفاتحة مصيب، أول ما نزل من التكليف والتبليغ المدثر مصيب، أول ما نزل من الآيات مصيب. لكن على الإطلاق أول ما نزل على الإطلاق هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. أيضا اختلف العلماء في آخر ما نزل. فمن العلماء من يقول أن آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنهم من يقول لا، آخر آية نزلت في القرآن هي آية الربا، يا أيها الذين آمنوا ذروا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وبعضهم يقول آخر آية نزلت من القرآن هي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية. إذا اختلف العلماء في أول ما نزل واختلف العلماء في آخر ما نزل. لابد أن يفهم الطالب هذا الأمر، لأن موطن سؤال: اختلف العلماء في أول ما نزل صواب، اختلف العلماء في آخر ما نزل أيضا هذا كلام صائب. لكن كيف نوفق بين اختلاف العلماء في آخر ما نزل
منهم من يقول اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، منهم من يقول آية الربا، منهم من يقول آية الدين. للتوفيق بين أقوال العلماء نقول أن هذه الآيات الثلاثة نزلت جملة واحدة، هكذا نوفق بين أقوال العلماء المختلفة. فنقول أن سورة البقرة، هذه الآيات التي في سورة البقرة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، لكنني أرى وأرجح إذا أردنا آية واحدة هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعند العلماء كل من يقول أن هذه الآية هي آخر ما نزل كل له دليله، فعلى الطالب أن يتعرف على الأدلة، أن أول ما نزل اقرأ دليل، أن أول ما نزل المدثر دليل، أول ما نزل الفاتحة، ولا بد أن يتعرف الطالب دليل على آخر ما نزل اتقوا يوما ترجعون، أو دليل على الربا أنه آخر ما نزل، أو دليل على آية الدين. كما يجب على الطالب أن يستطيع أن يوفق بين أقوال العلماء في أول ما نزل، ويجب على الطالب أن ينتبه للتوفيق بين أقوال العلماء في آخر ما نزل. بارك الله فيكم وجزاكم الله.